أقامت فرقة المسرح القومي في محافظة الحسكة عرضاً مسرحياً بعنوان القميص على خشبة المركز الثقافي في مدينة الحسكة بحضور أطفال طلائع البعث، بهدف إيصال رسالة مفادها أن السعادة تكمن في داخل كل واحد منا، لكن يجب أن نستثمر الظروف المناسبة. نبعث رسائل جميلة لهذا الجيل بأننا نحن في هذه المحافظة، محافظة الحسكة، دائما موجودين مثلنا مثل باقي محافظات هذا البلد الحبيب سوريا. السعادة موجودة رغما عن الخراب والدمار الذي يريد الأشرار أن يلحقوا بهذه المحافظة الجميلة. العروض عم بتخرج الأطفال من الحالة النفسية اللي عم يعيشوا فيها، هي كانت رسالة الأجمل. إذا نحن نبحث عن السعادة من خلال القميص، ولكن سعادة أطفالنا بحضور مثل هذه الأعمال هي جل ما نتمناه. نشاط المسرح القومي متواصل على مدار العام يعني، وبالنسبة لتجربة مسرح الطفل هذه ليست التجربة الأولى، يعني هناك عدة تجارب، حتى أننا في إحدى المهرجانات خصصناه لمسرح الطفل. رسالة العرض نقول من خلالها أن الإنسان مهما ملك من الأشياء البراقة في الظاهر وامتلك من الأموال لا يمكن أن يكون سعيدا إلا إذا كان سعيدا نظيفا نقيا من الداخل. السعادة الحقيقية تكمن في جوهر الإنسان، في روحه، وليس على ثيابه من الخارج. يوم تعلمت من المسرحية أن الفرح يكون من جواتنا. تعلمت من المسرحية أنه راح أضل سعيدة في الحياة. العرض المسرحي سيستمر لمدة أسبوع في المركز الثقافي، إضافة إلى عدد من المدارس في المحافظة، بهدف نشر ثقافة السعادة مهما كانت الظروف.